مش كافر كده قولي يا رجل احنا الليبيين عايشين على السلف والمساعدة. بمشاركة نخبة من الفنانين الليبيين ينظم المسرح الشعبي في بنغازي عروضا مسرحية مسائية متنوعة طيلة أيام شهر رمضان المبارك لإعادة إحياء النشاط الثقافي والحركة الفنية والتي ميزت ولعقود طويلة مدينة بنغازي. بنغازي معروفة بالحركة المسرحية ومعروفة بالنقد البناء للمسرح الليبي بصفة عامة. أولا نهني أستاذ داود على العودة إلى المسرح الليبي، قدم مسرحية المستشفى في 2003. الحمد لله في إقبال كويس على الناس، وما زلنا مستمرين في توصيل الرسالة مهمة جدا، هي رسالة إن الصحة ما زالت تعاني، وبلا تعليم وبلا صحة وبلا ثقافة ما نقدرش نخلق شعب متطور ومثقف يعني، وإحنا حاولين إن ندز الرسالة هذه بكل شفافية للناس. الأعمال الفنية التي تقدمها الفرق المسرحية على خشبة المسرح الشعبية هي تجسيد لنصوص لكتاب الليبيين لا تخلو من النقد السياسي وتحاكي واقع الأزمات في البلاد. مسرحي دائما يتكلم على الناس، على الكادحين، على البسطاء، ويقدم في لون كوميدي، لون شخصيات كاركترية. الضحك منه مش الإضحاك فقط، ولكن هادف من أجل قضايا تهم الناس في جو ممتع قدر الإمكان. فهذا هو الجزء الثاني، وقدمت الجزء الأول وبوجوه أغلبها جديدة، والآن أغلب الوجوه اللي الآن وجديدة برضو. المسرحية هي رسالة واضحة ورسالة هادفة. طبعا أنت عارف الصحة فيها إيجابيات وفيها سلبيات، نحن أن نوروا في السلبيات عشان يتعالجن. المسرح أستاذ الشعوب وأيقونة الإبداع كما يحلو لعشاقه وصفه، عاد ينبض بالحياة مجددا بعد طول انقطاع. أقسم بالله بالصحة، صحة الوجه. من جديد تعود أنوار المسرح الشعبي في بنغازي لتضيء المدينة بعروض مسرحية جديدة ومتنوعة لتضيف البهجة والسرور لأهالي المدينة طيلة ليالي شهر رمضان المبارك. عبد العزيز الفاخري، قناة الغد، بنغازي.